العهد على ملعبه وأمام جمهوره يلي ملأ مدرج واستقبل الحكمة. بطل لبنان دخل المباراة بشعار الفوز فقط، والحكمة يلي تغلب على الساحل الأسبوع الماضي بده يحاول الخروج بنتيجة إيجابية. سريعا العهد بالهجوم، التونسي يوسف المواهبي عرضي لعباس عطوي أونيكا يلي تابع تألقه بمرحلة الإياب وافتتح التسجيل. من بعدها حسن ظاهر مدافع العهد خطأ من حسن، الكرة بتوصل للمخضرم محمد قصاص يلي سجل هدف التعادل 1-1. كرة للعهد، السنغالي مامادو درامين لحسن شعيطو موني بيسدد هدف للعهد، موني أعطى فريقه تقدم. أيضا العهد حسين الزين كرته لمامادو تمريرة بالكعب لموني يلي سجل الهدف الثالث وهدف الشخص الثاني الشوط الأول، انتهى بتقدم العهد 3-1. الشوط الثاني كان عم يشهد سيطرة عهدوية مطلقة وانهيار حكماوي أحمد زرق مجهود فردي، وعباس عطوي أونيكا كان عم يسجل الهدف الرابع وهدفه الثاني بالمباراة. من بعدها مامادو درامي الكرة بتوصل لحسين دقيق يلي سجل الهدف الخامس لبطل لبنان. أيضا أحمد زرق بينطلق اللعب المميز، زرق بيتقدم بيسدد وبيسجل الهدف السادس. يوسف المواهبي اللاعب التونسي بيحاول يسجل بدوره، بيحصل على بنالتي بينفذها بنفسه وبيسددها على طريقة بانينكا 7-1، أصبحت النتيجة ومهرجان الأهداف ما انتهى. قائد العهد أونيكا بيمر لحسين الزين يلي بيراوغ الحارس وبيسجل الهدف الثامن لبطل لبنان. وقبل نهاية المباراة حسين حيدر بيمر لأحمد الزرق يلي سجل هدفه الثاني والتاسع للعهد 9-1، عم يفوز العهد على الحكمة، أكبر نتيجة بدوري ألفا هالموسم.